السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤخرا كده بقت موضة ان انت تغرف لو عندك حتة لحمة بتعملها على حاجة اسمها كاتينج بورد او قطاعة، انما هي مش عشان تقطع عليها، عشان لو هتقطع على اي حاجة من الخشب لازم تقطع مش على الخشب من هنا، انما لازم تقص حاجات كتيرة وتجيبها على جنب كده عشان لما تقص على نهايات الخشب فاللوح اللي انت عامله ده ما يبصش ويعيش معاك. انما دي بتاعت غرف، بتاعت تحط عليها، طالعة موضة، هحط لكم شوية صور كده بيعملوا بيها ايه. خلينا نشوف هنعمل ايه. عندي حتة خشب سرسوع كانت فاضلة عندي، والنهاردة انا قاعد كده مروق قلت اعملها واديها هدية لبنتي ان شاء الله تعجبها. يلا بينا. بنبتدي اول حاجة بقى بنمسح الخشب على مكنة التخانة بلينر، بنمسحها كذا مرة وش وظهر. الحمد لله عندي انا الحجم ده فمش هضطر ان انا ايه اغري خشب في بعضه، فشكلها كويس. وبعد كده هتقص بقى حتة ورقة زي دي كده، ما تشغلش بالك انا عامل اي موديل انا رسمه هلزقه. ممكن بقى ترسم قطة، ممكن ترسم يعني الشكل اللي انت عايزه تعمله، ملوش شكل محدد. الشكل اللي يطلع معاك، انما الشكل ده انا بشوفه على النت كتير فقلت ايه هو ده اللي يمشي معايا. بعد ما بلزقته باخده على منشار الشريط، وهو المنشار الوحيد اعتقد اللي ايه ممكن تشتغل بيه، مع انه الشريط اللي انا حطه السلاح رفيع عشان اقدر اعمل الزوايا دي، انما الخشب كان تخين فكان تعبني شوية بصراحة. انما انا ما بقصش بالظبط على الورقة، بقول بسيب ملي ولا حاجة عشان بعد كده لما اخدها على مكنة الصنفرة اشيل الملي ده عشان لو غلطت ولا حاجة، والغلط اكيد موجود. واصعب حتة طبعا الحتة اللي فيها دواخل والدواير الضيقة ده، هي بتضطر تاخدها على كذا لفة. انما دائما وابدا الشغل على منشار الشريط بيبقى يعني مريح، حتى لو شايفيني انا قاعد يعني مسلي بصراحة، ما بزهقش منه ابدا. بعد ما بخلصها اخدها على مكنة الصنفرة، بقعد فترة طبعا مش مصورها كلها عشان اشيل مكان السلاح بيسيب اثر عشان يتنظف، وفي حتة طبعا انا مش عارف اوصل لها رحت داخل بيها على النوع ده من الصنفرة اللي بيلف ويطلع وينزل بيخش يعني حتة ضيقة وحتة واسعة، بصراحة مفيدة جدا. هنا بقى بعمل الخرم اللي هو يتعلق منه البورد ده هيت او الكاتنج بورد. قبل ما توصل للاخر تأكد انه الناحية التانية ايه عشان ما يكسرش الخشب، تقلبها وتعدي الخشبة من ناحيتين عشان ما يفلقش منك، وبالراوتر تاخدها عشان تعملها دائرية من على الجناب. ده بيسموه بالم راوتر، بالم يعني يد، واللي هو بيتمسك بالايد ده هوت، وبتشتغلها يعني بتاكل الجناب ده هي من على الجناب عشان يبقى شكلها احسن. وبنبتدي نصنفر بقى مكان ما انا ايه كنت حاطط على درجة 60 صنفرة يعني خشنة جدا عشان اشيل الورق واشيل الحاجة اللي انا كنت حاططها واي ايه مكان. هنا المية بحطها ليه يا جماعة عشان الالياف بتاعت الخشب تطلع، وبعد المية الخشب بيطلع اليافه، فأصنفرها بعد ما حط المية ده هي المية تنشف عشان بعد كده لما تتغسل البورد في المطبخ ما يبقاش فيها ايه اي مشكلة وتفضل ناعمة. هنا انا بصنفر ب 240 يعني صنفرة ناعمة، وباخدها بعد كده ايه ازوقها شوية بالمكنة بتاعة الليزر، وبعمل تجربة هنا بعمل تجربة اشوف قوة الليزر جامد ولا ضعيف، واشتغل بعد كده على الشكل النهائي. وعملت على الوشين وهي بتاخد حوالي من يعني 25 دقيقة ل 30 دقيقة عشان تعمل الحتة الصغيرة ده هي. بتكتب بقى اللي انت عايزه اهداء الى كذا، والموضوع ده بيبقى حلو جدا يا جماعة لو حد بادي نجارة جديد، لانه سهل جدا ان انت تشتغل بيه، فيعني حاجة زي كده ما تاخدش ساعتين. دلوقتي بقى هنستخدم ايه؟ الزيت ده امن للاكل، مش هقدر استخدم اي زيت ولا اعالج الموضوع اللي هنا الخشبه دي باي حاجه. نحط الزيت ده هوت اسمه بارفين، بتجيبه من عند العطار. فانا حاطط بس كده عشان ما بهدلش الدنيا، وبندهن عشان شكل الخشب يطلع.
وندي الوش التاني ما نستبخلش في الزيت، هو اساسا مش غالي. كل ما الزيت بيحميه الزيت دهوت بعد كده بقى لما تغسلها ما يحصلهاش حاجة، عشان الزيت بيخلي المية ما تخشش جوه الخشب. وبعد كده بسيبها 10 دقايق وامسح الزيادة اللي الخشب لم يمتصه. وبكده نبقى خلصناها، نديها هدية للمدام. اتمنى دي تكون حاجة سريعة ناس بتستخدم بقى فيها، دي بياكلوا عليها، في ناس بيقدموا عليها، في ناس بيحطوا جبنة، في ناس بتقطع لحمة، هتلاقوها في المحلات في الحاجات اللي فرانكا. يلا اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.